مش هنبتعد عن الفن، ولكن هنذهب إلى المهرجان الأبرز والأهم والأكبر في العالم العربي، واحد من أهم المهرجانات السينمائية في العالم، المهرجان العربي الوحيد الذي يحمل الشارة الدولية، مهرجان القاهرة السينمائي الدولي. معانا على التليفون كاتبنا وناقدنا الفني الكبير أستاذ طارق الشناوي. أهلا أهلا بيك يا أستاذ طارق. أهلا أستاذ يوسف، مفتقدينك النهاردة. يعني ده أنا اللي مفتقدك جدا. الله يخليك. ربنا يخليك. ماذا لديكم في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي ودورته الـ44؟ هي طبعا هي دورة مهمة جدا، لأنه بيعود مجددا حسين فهمي. أيوة. لموقعه رئيس المهرجان، وهو لم يقبل أنه يعود للموقع ده إلا ولديه خطة ولديه طموح. وفعلا أنا شايف أنه البساطة كانت عنوان حفل الافتتاح. يعني الناس اتعودنا أنه البعض بيقيم الحفل بحالة الصخب الزائد ونبقى فيه فرقة موسيقية لا، هو رجع الأمور لأصولها. يعني لما بنحضر مهرجان مثلا زي كان أو فينيس أو برلين، ما بتلاقيش البهرجة دي على المسرح، خشف المسرح خالص. بتجد لجنة التحكيم كلمات مختصرة، التكريمات، وده اللي حصل، وكانت التكريمات الحقيقة عظيمة جدا. والقفلة مع نونيا أو لبلبة كان تفكيري ذكي جدا منه، لأن هي كانت فعلا أعلى ذروة في فقرات الحفل.